تجي. هلا الوضع ممتاز. جاء شربان بس أصرنا عليه بدي وقف ثبت قدام شباب. الله أكبر. بسرعة على العربي إيده هات. ها سادة يا طارق يلا يلا طب زيادة وين رايحين؟ ان شاء الله سوف نقوم الان باقتحام ساتر الحويز. يلا يلا يا شباب. شو المعنويات شيخ؟ معنويات عال الحمد لله. سمعنا مقتحمين. الف لا شباب. يلا طالع لك طالع يا اخوي استعينوا بالله. يلا الله اكبر. وصولين يا شباب. دخلتم الى الركن الجنوبي بطريقتكم فلن تخرجوا الا بطريقتنا، وحاصرتم حلب بطريقتكم فلن تخرجوا منها الا بطريقتنا باذن الله عز وجل. نقطة التجمع كانت في قرية القراصي نقطة صفر، فهمناها قبل شهر ونص بأول شهر رمضان. هاي السيوم تمان منه شوية أضام. شوف مخهم؟ ايه ضايو اكلت الكليب. شو هذا مخهم؟ شوف هاي الجزء. شوف هاي واسع عسكري. هاي السرعة جعبهم بتلاقي من نفس ايه ريحة لعينة يا زلمة. لو ايه جعبهم تسوي هذا اجى مسكنا هودي هون الخمسي اجى هو كان مصاب شال بارود يضرب. يا فهمي كملت عليه درسته.